يو واش الدراري، معكم محي الدين ورجعت لكم في اخر فيديو في سلسله تجربه حساسيات اليوتيوبرز. واليوتيوبر الدراري اللي معانا اليوم اللي غنجربوا الحس ديالو او الاعداد ديالو هو الاسطوره المغربي وايت 444. وقبل ما ندوزوا الفيديو الدراري، ما تنساوش خلي معكم داك لايك، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ما بقى لنا والو الدراري، 1000 مشترك وخلينا نوصلوا المقطع لاكبر عدد من اللايكات. وبلا ما نزيد نطول عليكم، غنعرض لكم افضل واحسن 5 تعليقات للفيديو الماضي اللي كتبان امامكم الان على الشاشه. وليتس جو الدراري، ندخل تدريب باش نجربوا هاد الحساسيه. ليتس جو ليتس جو الدراري. انا جبت نفس الاسلحه اللي جربنا بهم، حسيت جيكس وحسيت دراغونوف وحسيت مليار. بلا ما نعاود نشرح هذا الموضوع الدراري، ودابا ندوزوا للحساسيه الدراري. اول وحده الدراري في الحساسيه غتخليوها 200، ثاني وحده غديروها 179 الدراري، والثالثه غديروها 177، الرابعة غديروها 168، والخامسة غديروها 171، والسادسة الدراري غديروها 183. دابا الدراري كيما قلت لكم نفس القاعدة، اللي عندها حساسية 200 راه كتكون خفيفة. دابا نجربوها الاسلحه اللي جربنا منهم الاخرين، ومن بعد نبدلوا الاسلحه ونجربوها في اسلحه اخرى. ليتس جو الدراري، نجربوها دابا. وناضيه الدراري بالنقاره، لا لا ثابته ثابته الدراري بالنقاره، كتضرب صفيرات ولكن ناضية. ناضية الدراري، نشوفو شوية فيو ام بي الدراري. سيريو ام بي الدراري، تبارك الله، حسيت كتشير الراس. الدراري ما كاين غير الاحمر، ايه دا سوايت هادو الدراري ضروري يكونوا بحال هكا. واو الدراري غير الاحمر، وكاين صفيرات الدراري. نديرو شويه ديكل، هاد ديكل الدراري قدام تبارك الله. ناضي الدراري ناضي، هادي اول حسية تعطيها بحال هاد شو الدراري. كاين غا الحمر، تديك للدراري تبارك الله، خدامة مزيان. كنحس بها الدراري بحال شي هاك لومات شي زيت، ماشي حسية ديال الدراري. هاك اللي عطاني الحسية قال لي راه غتصدق لك مزيان صراحة الدراري، مكتبش كضرب صفيرات الدراري، متقول زعما شي هاك ولا شي حاجة. سالو ام بي الدراري، بغيتي تلعب بيها وان طاب لعب بيها وان طاب، متخافش. ولكن من قريب شوية الدراري ما كذا. مزيانة غير من قريب شوية بالنقار وبالديقل كتزقل شوية. لا ناضية الدراري ناضي، أمشي دراري نجيب شي أسلحة آخرين ونرجع ليكم. انا الدراري جبت اكس ام اتش والشوت جان قصيره وديقل بطبيعه الحال. الدراري نجربوها، او تبع الاكس ام اتش الدراري شويه بالاكس ام اتش. كاين ناضيه الدراري ناضيه،
تطلع شوية فوق الراس. كتشوف الدراري يلا نجربوها شوي بالشوت جان. تبارك الله تقريبا جميع الأسلحة خدامة. ده ناضية ناضية الدراري بالشوت جان ناضية. ناضية ناضية الدري كضرب صفر وحمر جوج خلطة. ولكن الدراري كما قلت لكم ما يعطيوناش الرأي الصحيح باش نقيمو الحسية. غادي نخليكم الدراري مع واحد الجيم ديب واحد باش نشوفو نسبة الهيد شوت في هاد الحسية. نخليكم الدراري مع الجيم ديب واحد.
هذه الحسية الدراري كما شفتوا ناضية أسطورية، ونعطيها التقييم ديال 9.5 من 10 الدراري. غير واحد الملاحظة على الحسية، عندنا الام شوية ضايع في اليو ام بي كما شفتوا، كنحاول نهز الام ولكن واخا كلتك في الرجلين، واخا قبل كنت كنضرب الحمر نفسها نفس المشكل ديالها بحال جيكسو. ودابا الدراري خليكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Now